شنو هاي سبب هذول العوائل اللي تيتمت من قتلة الشباب هاي أصدقائنا وهن وهاي المحلات إحنا يعني عندنا علاقات وياهم مثل أخواننا قريبين علينا شلون هاي يعني يوميا برلمانيين هسه هو هاي كله بسببهم كله سبب السياسيين هاي الأحزاب وهاي الميليشيات هاي اللي ما حد قدر يتحكم بها لحد الآن هي هاي سببها كلها وهاي الخراب وبعد الانتصارات هسه شوفوا شو حيسوون هم هذول بالذات.